بالنسبة لوضع الإعلانات على السيارات، طبعا القانون كان بيحظر وضع أي إعلانات على السيارات أيا كان نوعها، فيما عدا استثناء واحد فقط، إن السيارة مملوكة لشركة أو مملوكة لجهة لها أن تضع إعلانات تخص هذه الشركة واللوجو الخاص بهذه الشركة. كان في ضغط كثير من الجهات عايزين يضعوا إعلانات مختلفة على السيارات، وده اتجاه عالمي يعني يضعوا إعلانات لكن ما تكونش ملفتة يعني لها مواصفات معينة عشان ما تشتتش عين قائد السيارة اللي في الخلف. فعشان كده القانون تصدى لده والمشرع تصدى لده وسمح بوضع هذه الإعلانات، ولكن من خلال آلية محددة، من خلال كيان محدد. هذا الكيان بيضع اشتراطات معينة بيتم اعتمادها من إدارة المرور المختصة بتأديب الاشتراطات اللازمة عشان لا يحدث تشتت لعين قائد السيارة، وفي نفس الوقت يسمح يبقى الباب اتفتح، بس اتفتح في حدود وضوابط. فممكن أن تضع إعلان على أي سيارة ولكن وفقا لهذه الاشتراطات التي تحقق السلامة والأمان مع يعني مع تحقيقها للأهداف الأخرى لوضع إعلانات على السيارات.